عندك الاعداء حتى نتوما الله يسامحكم، واني الله اللي غينتقم انا بعد الله يسامح اخر جلسه. ايوا حنا تنتمنوا ان شاء الله القضاء ينصف خويا يوسف الزروالي ويخرج يطلق سراحه ويخرج عند وليداتو وعند والديه، وراح البنيه زادت له ما تما تسريحه باباها. الله يجعل ربي يطلق سراحه باش يخرج عند وليداتو ان شاء الله، باش نديروا شي وقفه ان شاء الله من يجلس واحد 6 ايام ولا 7 ايام، ندير واحد الوقفه ان شاء الله للقرقارات على قبل الصحراء المغربيه. وتحياتي لك اخويا. اليوم انتم يعني شناكم جايين بنفوس بارده، يعني ما كاينش واحد التوتر، واش هذا ثقه بان القضاء ان شاء الله اليوم غيكون حسم ولا يعطينا قربونا شويه منه؟ المهم بالنسبه للقضاء اخويا ما كنعرفوش حنا حتى تيتصرح هو بالكلمه ديالو، عاد ناخذو من عنده حنايا يعني قبل ما ياخذ القرار ديال القضاء حنا ما تنعرفو حتى شي حاجه. وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى، ربي هو اللي تيحكم في السماء تيحكم لعبد الارض. حنا تايقين الحمد لله في القضاء وتايقين في النيابه العامه، وعندنا ثقه كبيره في ابتدائيه تاع مكناس، الناس قضاء نزهاء وشرفاء، تحياتي لهم من هذا المنبر والله يخليهم بركه. كلشي الناس المناصرين او الناس المحبين اللي سافروا من كل البلاد كيقولوا بان كيتمناو يكون بما قضى الحكم ان شاء الله بحول الله. تنتمنى الله يكون بما قضى ويخرج عند وليداته وعند هذا، لحقاش هذاك السيد تيدير غير خير وملكي ووطني، وراكم نتوما شاهدين على هذا السيد، راه ماشي غير في الشاشه زعما، راه حتى وراء الشاشه تيحب بلادو تيحب ملكو، ودائما شعرنا الله الوطن الملك. والله يطلق الاخ يوسف الزروالي يطلق سراحه ويخرج عند والده وعند وليداته، تحياتي لكم. اخر سؤال الحاج هو واش غير خرج يعني مازال غنشوفوا يوسف الزروالي كيدير الخير مازال؟ ان شاء الله ان شاء الله. علاش؟ لحقاش هذاك السيد ساكن له الخير في الدم، فهمتي؟ لحقاش ماشي شي يدير هذاك الشيء غير باش هذا باش يبان او باش هذا، هذاك السيد ساكن له في الدم، اكيد غيخرج غادي يكون ان شاء الله مبادرات ويستعمل في الاعمال ديالو، وغيبعد من شي حاجات اللي هما ماشي شغلو، وغادي يتبع الاعمال الخيريه ديالو. هذا الشيء اللي كاين. باش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.